المنتدى يعقد للمرة السادسة في مبنى الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة وبرعاية الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وبشراكة ممثلين من الدول العربية. طبعا الهدف من هذا المنتدى هو عكس تجربة الأردن و قصص نجاح التي نفذتها الجمعية الملكية على مدار السنوات السابقة في إدارة المحميات وتسجيلها قصص نجاح فاعلة على المستوى المحلي والدولي، وعكسها على إثراء تجارب ومعارف المشاركين في هذا المنتدى. أيضا سيكون في فرصة لتبادل الخبرات وأيضا سماع قصص نجاح من المشاركين، وهذا الشيء سيكون ضمن الخبرات التبادلية، وهذا ما نطمح له خلال هذا المنتدى. التنوع الموجود في هذا المنتدى سيعطي فرصة للمشاركين للاطلاع على تجارب من خلال تنفيذ زيارات ميدانية وأيضا عمل خطط إدارية والاطلاع على البرامج التي تنفذها الجمعية الملكية في كل المحميات اللي بتديرها من شمال الأردن لجنوبها. راح يكون 15 مشارك من عدة دول، من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومن تونس، كنا بنطلع انه يكون في مشاركه اكبر من دول الثانيه، ولكن يعني البروتوكولات والموافقات حالت دون انه مشاركه للاسف. الجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه دأبت على نقل خبراتها في مجال التنوع الحيوي وفي مجال اداره المناطق المحميات بشكل عام في الدول العربيه بالذات وعلى الصعيد الاقليمي بشكل عام، رائدي في هذا المجال. وهذا المنتدى اليوم يأتي هذا المنتدى يمكن اللقاء السادس، يمكن المنتدى السادس في إدارة المحميات الطبيعية وفي قادة المحميات في تدريب اللي هو إخواننا من البلدان العربية والشقيقة. ومن خلال هذه المنتديات يعني تستضيف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في محمياتها بشكل عام المنتشرة في كافة محافظات المملكة الحبيبة، بتطلع الأخوة المشاركين معنا على اللي هي الخطط الإدارية، على كيفية إدارة المناطق التشاركية مع المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات. الجمعية أيضا من الأشياء الرائدة فيها اللي هي قضية السياحة البيئية، وأيضا تنقل هذه التجربة إلى الأخوة في البلدان الشقيقة المتواجدين معنا، وبنفس الوقت أيضا نتبادل خبرات مع أخواننا أيضا من البلدان الأخرى.